السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايز أبدأ أحط فاميلي معينة من خلال إن أنا عارف نقطة معينة. طيب، فممكن أجي هنا وأقول له فاميلي انستنس، هلاقي حاجات كتيرة جدا ينفع باي روم باي سبيس باي فيس. خلينا نختار إيه، باي بوينت. طيب بعد ما حطينا باي بوينت، خلينا ننزل نشوف إيه تاني ممكن نستخدمه. ممكن نستخدم باي كوردينيت أهي. طيب في تاني ممكن نستخدمه باي بوينت اند ليفل. بعد كده هقول له فاميلي تايب، طيب اهيت. من هنا تبدأ تختار بقى الفاميلي اللي انت عايزها، اي فاميلي انت عايزها اهو. وهو بيفترض ان البوينت بتاعتك 0 0، تمام. اهي ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل زوم على 0 0 بالشكل دوت، ونرجع كده اهو ونقول له عايزين فاميلي تانية. هو هنا بيجيب لك كل الفاميلي اللي موجودة في المشروع، ممكن تكون 2D 3D structure beam system مثلا، اي فاميلي انت عايزها هيبدأ ان هو يظهرها لك. طيب عايز اضيف البوينت، هو بيحصل من طيب بوينت، فاقول له باي كوردينيتس، هنا كوردينيتس 0 0 0 بالشكل ده. طيب عايز تغير، هتقول له مثلا نمبر، سلايد، وتبدأ تقول له دي في الاكس ودي في الواي، بحيث ان انت بسهولة تقدر تتحكم في المكان بتاعها من هنا، تمام. يعني ممكن تخليها مثلا واحد. لو جينا هنا وخليناها بصفر هتلاقي رجعت للصفر، فانت تقدر تتحكم في مكان الفاميلي زي ما انت عايز. طيب اللي بعد كده باي كوردينيتس، يعني بتديله الفاميلي ومش بتديله بوينت، بتديله الاكس والواي والزد، تمام. ودي من ضمن الحاجات اللي في الريفت ما بتبقاش سهله تعملها، ان انت تديله اكس واي وزد زي ما بنعمل في الاوتوكاد. هنا بيبقى الموضوع اسهل بكتير، في الداينامو بتتحكم في النقطه دي. طيب هنا عايز الفاميلي تايب، ممكن نفس الفاميلي تايب، تمام. طيب الاكس والواي والزد، ممكن تاخد الاكس والواي والزد من السلايد مباشره، مفيش مشكله، هو يقدر يدي اكتر من حاجه، لكن انا هختار واحد تاني بحيث يبقى عندي اتنين، والاتنين ما يكونوش ملزمين ان هما يكونوا في نفس المكان، ماشي. مجرد ان انا اخليها مثلا واحد، وتعالى نقول له احنا عايزين نتفرج عليها بالشكل دوت. طيب عايزين نشوف الموضوع دوت الفاميلي اهيت. ولو غيرت الفاميلي هي اوتوماتيك هتتغير في المشروع. يعني ممكن تغيرها تخليها مليون مثلا، ارجعها تاني. طيب الفاميلي انستنس باي بوينت اند ليفل، هديله الفاميلي تايب وهو عايز بوينت، فانا هنسخ البوينت اهيت، وينفع اديله نفس البوينت اللي فوق مش هيعترض. ناقص له بقى الليفل، هقول له ليفل مثلا ليفل 1 ليفل 2 زي ما انت عايز، ويتوصل بشكل دوت، ظهرت قدامك على طول. طيب انا عايز اكتر من نقطه، فهعمل ايه؟ بدل ما اكتب النمبر سلايد بالشكل دوت، لا هقول له ان انا عايز اكتب كود.
كود بلوك، بيقول لي بقى اكتب اللي انت عايزه. فاقول له انا عايز ابدا من الصفر واديله نقطتين، وعايز اوصل مثلا لل10,000، تمام، ونقطتين، وبعد كده سلاش، وبعد كده الهاش باك، اقول له مثلا بمقدار مثلا 100، تمام. يبقى كده تعال نشوف بقى النتيجة بتاعته تبقى كام اهو بالشكل ده، او خليها بمقدار 10، يبقى 10 مرات. طب باخد الرقم ده واحطه هو ده في الاكس، يبقى كل مرة هياخد مرة الارقام دي كلها، تمام. اهي هتوصل، هتبقى العاب بالشكل ده. طيب جميل ان في مشكلة حصلت، تمام، تعال نشوفها. فبيقول لي خلي بالك، يعني اول ما بقف هنا بيبدأ يظهر لي العلامة الصفراء دي، فبيقول لي ان في مشكلة. ايه بقى المشكلة؟ بيقول لي ان ليك رينج معين المفروض ما تخرجش عنه، عايز تخرج لازم تدخل للسيتنج وتقول له عدل الجيومتري. طيب ممكن ابسط من كده، هغير الرقم هنا فيبدأ ان هو يرص لي. طيب ممكن ناخد الارقام اللي موجودة هنا، اقول له خلي دي هي دي اللي في الاكس، فبدل ما بقى رقم واحد بقى مجموعة ارقام. وبرضه ممكن ناخد الرقم دوت ونحطه في الواي. دول بيسمعوا فين؟ بيسمعوا هنا، فهتظهر معايا بالشكل دوت. طيب ولنفترض مثلا ان انا عندي شجرة او عندي عمود نور وعايز توزيع عشوائي كده لأي سبب من الأسباب، فعايزين نشوف ازاي نتعامل مع الحاجة زي كده. طيب عايز اقول له سيت روتيشن، تمام. طيب انا اديته الفاميلي وممكن اديله الدرجه، بس هتكون كلهم زي بعض، فانا لا انا عايز اديله الدرجه راندوم عشوائي، تمام. طيب يبقى اجي هنا واقول له ليست كاونت عشان اعرف هم كام واحده، اهيت. وهقول له ماس راندوم ليست، اهيت. وبعد كده هاجي هنا اعمل كود بلوك، الكود بلوك ده ممكن اديله مثلا رقم 0، تمام، و100 مثلا اهو. طيب العلامة ديت. طيب دلوقتي بقى عايز اقول له ماس راندوم رينج، يعني من كذا لكذا، ماس ريماب رينج. ده بياخد ايه الارقام اهيت، نمبر في النمبر اهي، وهنا هياخد المينيمم وهنا هياخد الماكسيمم بالشكل دوت. والليست دي هحطها هنا بقى زي ما انتوا شايفين، بقى في حاجات عشوائية. هي طبعا دي متنفعش في الحياة الاستراكشر، لكن لو انت عندك شجر او عندك كراسي عايز توزعها بشكل عشوائي هتبقى بالشكل دوت، تمام. وخلي بقى كل شويه كل ما تغير حاجه هتتغير مع كل الارقام دي. فهي دي فكره ان احنا نقدر نتعامل مع الليست، ونقدر نتعامل مع ان نحط فاميلي في قلب المشروع بتاعنا ونعملها بشكل عشوائي. اتمنى يكون درس مفيد.